الإصابة بفيروس كورونا هاجس يؤرق الناس، إلا أن عودة الإصابة مجدداً للمتعافين تشكل كابوساً مرعباً، وهو التساؤل الذي يردده المرضى المتعافين للمختصين، لكن الأطباء لا يرجحون هذه الفرضية. ما حد الآن ما جاتناش حتى حالة نتاع تجدد الإصابة، ولكن لحد الآن احنا في التجربة تاعنا اكثر من 2000 مريض ما كانش عندنا حالة نتاع تجدد الإصابة تاع كورونا بعد الشفاء. حالات الإصابة المتكررة فسرها خبراء الصحة في العالم بانتكاسة بين المتعافين. الفيروس قد يستغرق وقتا طويلا في الجسم بعد الإصابة قبل أن تصبح تحاليل الشخص المصاب سلبية، وبالتالي هي استمرار للعدوى الأولى. هذه الدراسات كان فيهم بعض الأخطاء وتبين بلي أنهم ماشي إصابة ثانية، بلي في بعض الأحيان يسمون سي دي روشود، يعني الفيروس ما خرجش من جسم الإنسان هذاك، مناعة تاعو خلاته أنه هذاك الفيروس طول ما يخرج برا هكذا شوية ويعاود بان عليه نفس الأعراض من بعد. تقول إصابة ثانية لازم تبرى من الفيروس ومن بعدها تريح فترة وبعد يعاود يحكمك الفيروس المرة الثانية، ويقول لك عالميا ما عندهمش إثبات من صح، يعني باغ إكسبيريونس راهي كاينة هذه المناعة، الفترة تاعها شحال تدوم ما نقدروش نتكلموا عليها باسكو ما عندناش ان غوتور سوفيزون، دونك استندنا الى تجارب الفيروسات المتشابهه السابقه اللي راهي تقول تقدر تريح العامين الى 3 سنوات، واصلا مبدئيا من هذه المناعه اللي راهم يحاولوا يخدموا اللقاح. لا يوجد أي دليل على عودة العدوى للمتعافين من كورونا، لأن أغلب المصابين امتلكوا حصانة ومناعة ضد الفيروس، وهو ما يفسر تراجع عدد الإصابات في العالم.